السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو مصطام، أهلا ومرحبا شيخي الكريم. يا مرحبا بشيخنا الغالي، الله يحفظك ويرفع قدرك ويبارك في عمرك وإياكم، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ محمد مصطفى من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا الموضوع المهم، بل هو في غاية الأهمية شيخي كريم. كثيرا ما يعني يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي تداول الآيات والأحاديث. الآيات معلومة، ولكن الأحاديث ربما يكون منها الصحيح والضعيف والموضوع، ويعني المختلف حوله وما شبه ذلك، والناس ينشرون دون تثبت في الغالب إلا من رحم ربنا عز وجل. فما يعني قيمة هذا الموضوع، وكيف نتثبت من صحة الأحاديث قبل أن ننشرها، سواء على تواصل في التواصل الاجتماعي أو حتى الخطيب على المنبر أو الناصح أو الواعظ الذي يعظ الناس شيخي الكريم؟ نعم نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. روى الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، وكتاب المحدث الفاصل ده أول كتاب وضع في مصطلح الحديث. روى الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل أن رجلا مر على أبي محمد الأعمش سليمان ابن مهران رحمة الله عليه، مر عليه هذا الرجل، وكان الأعمش قد جلس وهو يحدث تلامذته، فقال له هذا الرجل: من هؤلاء الذين من حولك؟ مين اللي انت قاعد وعمال لفهم حواليك دول؟ من هؤلاء الذين من حولك؟ فقال له الأعمش: هؤلاء هم الذين يحفظون عليك أمر دينك، اللي هم المحدثين. الله. المحدثون هم الذين يحفظون على الأمة أمر دينهم، إذ هم الذين يذبون الكذب على رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الأمة أمة عظيمة، والمحدثون هم السياج والحصن الحصين لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ هم كما قلنا الذين يذبون عنه صلى الله عليه وسلم كذب الكاذبين وانتحال المبطلين، إذ هم الذين يمنعون أي أحد على أن يدخل في الدين ما ليس منه. لذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله عليهم: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض، هم الذين كما قلنا يحفظون على الناس أمر دينهم. ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال الإمام أحمد وابن المبارك والبخاري وابن المديني، قالوا هم أصحاب الحديث، بل إن الإمام أحمد قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. واضح؟ فالأمر ده أمر مهم جدا.
لذلك هذا الأمر اللي هو علم الحديث، هذا الأمر أو هذا العلم وهذا الفن لم يوجد في أمة من الأمم. أمة الإسلام، أمة الإسناد، أمة الإسلام. نعم. لذلك كما قلت مرج اليوث، وهذا مرج اليوث هذا حاقد وحانق وشاني، وهو أحد المستشرقين من الغرب، قال كلمة بديعة، قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، فإن البشرية لم تتفتق أذهانهم على علم بهذه الدقة. ما فيش أمة وما فيش علم زي علم الحديث. ليه؟ علم الحديث ده قوامه على تنقية الشريعة، على أن يدخل فيها أحد ما ليس منها. يبقى ده ما قلنا ما فيش موجود، الكلام ده مش موجود في أي أمة من الأمم السابقة. ليه؟ أقل انقطاع في الأمم السابقة بيوصل ل 300 سنة، أقل انقطاع. واضح إزاي؟ إحنا عندنا في أمتنا وفي ديننا الراوي لو غمض عينه بس العلماء يضربون على حديثه، على حديثه. ليه؟ مش عايزين حديث. ليه؟ أصل أنت كنت نايم في الوقت ده، في اللحظة أنت، وهم بيعرفوا إزاي؟ يعرفون هذا من سبر العلماء لمرويات الراوي. واضح؟ يبقى ما ينفعش إن حد يقول حديث إلا عندما يتثبت ويستوثق من صحته ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما سنواصله بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل. الله يبارك لك. لو سمحت أنا عندي سؤال. أنا زوجي خير جدا، بس هو جاء في مرة بيقول لي مفيش، هو بيطلع مبالغ كبيرة الحمد لله للصدقة، فهو جاء في مرة بيقول لي مفيش مرة طلع فلوس للصدقة غير لما يحصل مشكلة بيني وبينك، حتى لو مطلع مثلا مبلغ كبير بنية ان ربنا يبعد عنا اي شر او اي مشاكل او اي وش الا لما يحصل ما بيننا مشكلة كبيرة. فبقول له ده الشيطان وكده، فبقول لا ده كل مرة بطلع فيها مبلغ صدقة بيحصل ما بيني وما بينك مشكلة. فانا عايز اعرف هو ده ايه؟ كل ما يتصدق تحدث مشكلة؟ وبيتصدق يا سيدنا الشيخ بمبالغ ما شاء الله كبيرة جدا، ربنا يتقبلها. يعني هو يعني هو وضع الصدقة أمام المشكلة؟ يعني دي مقابل دي؟ لا يا فندم. لا يا فندم، هو فاكر إن الصدقة السبب في المشكلة ولا إيه؟ ولا أنت بتسألي عن إيه؟ أنا بسأل هو ده ليه؟ يعني هو ليه؟ طبعا أنا بقول له ده شيطان هو اللي بيوصل لك حاجة زي كده. هو طبعا كده كده بيتصدق، وكده كده كل سنة بيزكي عن ماله كله. ما شاء الله. كده كده غصبا عن أي حاجة هو كده كده بيتصدق، وكده كده كل سنة بيزكي عن ماله كله. ما شاء الله. هو طبيب ودخله كويس جدا، وكل يوسع عليه ربنا. وفي كل يوم في عيادته حد حاله مثلا مش قادره تدفع، فبيستبلها بيبقى برضه بنيه صدقه عن البيت، بنيه صدقه عن البنات، بنيه صدقه كذا. بس بيقول كل ما باجي اطلع صدقه بيحصل مشاكل بيني وبينك، فده سببه ايه؟ طيب شيخنا يجيبك. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمع، انا عندي سؤال. اهلا ومرحبا، تفضلي. ما الحكم في امرأة؟ نعم. تريد توريث البنات الذهب وحرمان الذكور. حاضر. السؤال الثاني. نعم. احنا عندنا في محافظة الجيزة بتاع التموين بيضرب العيش وبيدينا سلع مكانها. يجوز او لا يجوز؟ يعني سلعة مكان الخبز؟ مكان الخبز. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا اخي كريم، تفضل. ازيك يا احمد؟ الحمد لله في نعم والله، تفضل. احمد، في واحد يعني هو اصلا نجار مسلح. لكن يعني ما بيشتغلش، بس جالي شغل في كنيسة، يعني يدي كنيسة. سؤال فيزا، السؤال غير واضح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. طبعا عاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخ الحبيب، نحن أمة السند الحمد لله رب العالمين، وهذا شرف وهذا فخر، أمة الإسلام أمة الإسناد. إذن علينا أن نتثبت من نقل المعلومة، خاصة إذا كانت متصلة بديننا وبنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثر النشر والترغيب وأحاديث ربما تكون موضوعة والناس يتناقلونها على أنها صحيحة. النصيحة، لأننا احنا إن شاء الله تعالى هذا هو اللقاء الأول في هذا الملف مع حضرتك إن شاء الله. تفضل. طبعا ينبغي للعبد ألا يتجاسر على الإقدام على نشر شيء إلا بعد الاستثبات والاستيثاق منه، حتى لا يدخل تحت الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فليلج النار. يبقى زي ما قلنا لازم الإنسان مش أول ما تجيله رسالة بحديث بمنشور انشر دي ولي 10 مرات عشان لا مش الكلام ده خالص. لازم أولا أشوف الكلام ده صحيح نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا ما بعرفش، خلاص أسأل أهل العلم، أسأل المتخصصين في هذا الفن، حتى زي ما قلت لا أدخل تحت وطأة هذا الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام. لأن إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا وأخبرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم من الله ويقربكم من النار إلا حذرتكم منه. وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يترك لأحد بعده مقالة. يبقى أنا متعبد لله عز وجل بما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ربنا ما طالبنيش إن نعمل حاجة هو ما قالهاش، واضح إزاي؟ يبقى أنا لازم الأول حتى لا أنسب أو حتى لا أدخل في دين الله ما ليس منه، لازم أستثبت وأستوثق من المعلومة أو من الحديث قبل ما انشره، علشان بدل ما انا ارجو الثواب بالعكس انا ساخذ اثما او ذنبا. ليه؟ بعدم الاستيثاق او الاستثبات او التاكيد من هذه المعلومه التي انشرها. احيانا الحديث يكون معناه المعنى لا يصطدم مع القران ولا صحيح السنه. يعني زي حديث يعني الجنه تحت اقدام الامهات. نعم. المعنى صحيح لكن هذا اللفظ غير صحيح. نعم. فهل لو تناقله أحدنا ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت الوعيد؟ طبعا علماء تكلموا في مسألة أخرى. نعم. ألا وهي رواية الحديث بالمعنى. هل رواية الحديث بالمعنى ينفع أي حد يقولها؟ قال لك لا، دي لها ضوابط برضو. إيه ضوابطها؟ قال لك أولا إن الذي يروي الحديث بالمعنى أولا يكون عالما بالعربية، يكون عالم عنده فكر عن اللغة. تاني حاجة إنه هو يكون عالم بما يحيل عليه من معنى، نقول معنى قريب من المعنى الأصلي، مش إنه إيه حولها ندندن، لا يكون اللفظ قريب من اللفظ الأصلي. واضح إزاي؟ طيب مثلا حضرتك ذكرت مثلا أو ضربت مثلا بحديث الجنة تحت أقدام الأمهات. طيب ده جه عندنا في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي في سننه من حديث جاهمة السلمي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه هو ترك يعني ولديه خلفه وهما يبكيان، أو وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم أو أمك حية؟ فقال له: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. يبقى نفس اللفظ قريب، المعنى اللي هو الجنة بعيد. تحت أقدام الأمهات، إلزم رجلها فثم الجنة، الجنة تحت رجلين أمك. يبقى نفس المعنى هو، بس أنا ما ينفعش أقول ده وينفع أو الأصل إن أقول ده. واضح إزاي؟ ليه؟ ده ما صحش عن النبي، ده
والذي ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم. عليه السلام لفظ الجنة تحت أقدام الأمهات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصح. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الزمها فثمت. الزم رجلها. الزم رجلها. فثم الجنة. فثم الجنة، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت. نعم. نعم شيخي الكريم. فالإنسان لو تناقل هذا من حيث المعنى أو يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما هو أولا كما نقول العلماء مثلا لو قالوا في ألفاظ يقولون مثلا بنحوه، بنحوه يعني اللفظ قريب من اللفظ الأصلي. طب إذا قالوا بمثله يعني بنفس اللفظ، واضح؟ يبقى بنحوه يبقى في نفس المعنى، في نفس الإطار، في نفس الموضوع، واضح ازاي؟ ده كلمة ايه؟ بنحوه. دي ودي كثيرا ما ترد في الأحاديث، واضح ازاي؟ يعني مثلا يقولون فلان روى هذا الحديث بنحوه، يعني بنحو الحديث الأصلي، ويقول لك مثلا فلان بمثله. إذن هذا الراوي رواه بنفس اللفظ الذي رواه الراوي الأصلي في الحديث الأصلي. يبقى زي ما قلنا لا ينبغي للرجل أو الشخص أن يتجاسر على النسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند التأكد، وأن يعلم ما يحيل عليه من لفظ أنه يكون الكلام ثابت، وأنه يعرف يقول الحديث بنفس المعنى في نفس الإطار، حتى زي ما قلنا لا يدخل تحت وطأة الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. تمام. عليه الصلاة والسلام. نختم بهذا الحديث شيخي الكريم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث مختلف في صحته، بعض أهل العلم من ضعفه والبعض يعني كما نتعلم منكم من حسنه أو صححه. الحديث المختلف حوله في التصحيح والتضعيف، حكم تناوله شيخ الكريم وأن يستشهد به الدعاء أو يعني يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو النصيحة به شيخ الكريم؟ نعم طبعا، برضو ده سيجرنا إلى مسألة أخرى. ليه العلماء بيختلفوا في صحة الحديث وفي ضعفه؟ دي مسألة مهمة جدا. طيب مناط الأمر ده على إيه؟ على الاختلاف في الراوي الذي عليه مدار الحديث. بعض العلماء بيوثق الراوي، اللي بيوثق الراوي ده هيعمل إيه؟ هيصحح الحديث. طيب البعض الآخر ضعف الراوي، قال لك لا الراوي ده ضعيف. طيب الذين ضعفوا هذا الراوي يحكمون بضعف الحديث. إذن مناط الأمر على الراوي الذي هو عليه مدار الحديث. يبقى عندي مدار الحديث ده هو اللي إيه؟ اللي عليه إطار صحة الحديث أو ضعف الحديث. طيب زي ما قلنا العلماء قد يختلفون أو يتباين آراؤهم أو كلماتهم في هذا الراوي. طيب أنا أعمل إيه؟ العامي يقلد الأعلم. مين الأعلم؟ أنا شايف مثلا والله إن أعلم واحد في الحديث الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. إذن تبنى رأيه، أنت تتبنى رأيه، لكن أنا مش شغلانتي العلم مثلا، يعني مش شغلانتي العلم ولا شغلانتي التصحيح والتضعيف، ولا بفهم في الحديث أصلا ولا المصطلح. طب أعمل إيه؟ قلد الأعلم. الأعلم ده اللي هو العالم الفاضل، أنت اتخذت حجة بينك وبين ربك، فما صححه هذا العالم أنت تقول بصحته، وما ضعفه هذا العالم ستحكم بضعفه. ليه؟ أنت في الحالة دي مقلد. طب لو عنده شيخان يثق في علمهما يقلد الأعلم منهما. نعم جزاكم الله خيرا. لكن ليس كخطورة الحديث الضعيف المتفق عليه أنه ضعيف أو طبعاً. الموضوع نسأل الله المكذوب يعني طبعاً طبعاً. لكن طبعاً. حديث كهذا إن استشهد به داعي أو, 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 أو خطيب وقال في الحديث يعني مقال نعم. أو قال متنازع فيه أو حوله، دي أمانة في النقل طبعا، مش كده ولا ايه؟ طبعا صحيح. نعم جزاكم الله خيرا. ففي الحالة دي زي ما احنا بنقول يقلد الأعلم، يعني هذا أسلم لدينه. نكتفي بهذا القدر، والحديث بقية مع فضيلتكم فضيلة الشيخ محمد إن شاء الله تعالى كل يوم أحد في أهل الذكر إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. نسعد بك يا شيخ الحبيب. نعم زوجها طبيب ما شاء الله، ويتصدق كثيرا ويخرج زكاة ماله. وهذا شيء طيب، أسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وماله وفي أهله. اللهم آمين. المشكلة أنه كلما أخرج حدثت مشكلة مع زوجه. يعني هل هناك علاقة بين الصدقة والمشكلة شيخ الكريم؟
وكيف يعالج هذه المشاكل، أو أم أن هذا من الشيطان؟ نعم، طبعا لا شك أن هذه لعلها تكون من وساوس الشياطين. الله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر، يبقى ده محور أساسي جدا للشيطان على ابن آدم. للشيطان عايز طبعا يحجب أو يحجزه إن هو يخرج هذه الصدقة، واضح إزاي؟ فهو يعني ده أمر طبعا مظنون، يقول طب مثلا كل ما أعمل يحصل. لا طبعا، زي ما قلنا لا تجعل هذه الوساوس تسيطر عليك أو تحيط بك. ليه؟ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما يقول، أو الغاية الحسنة لا تبرر العمل السيء. هو دلوقتي الشيطان زي ما نقول عمال يعده ويمنيه غرورا طبعا، ان انت والله انا كل ما اخرج مثلا الزكاه او اتصدق او ما شابه ذلك والله بتحصل عندي كارثه وتحصل عندي مشاكل، يحصل مشاكل بيني وبين زوجتي، مشاكل مع الزوجه، اي نعم، بيني وبين زوجتي او ما شابه ذلك. لا طبعا، لا تجعل هذه الوساوس كما نقول تسيطر عليك، بل انت ده انت بتعمل قربه وبتعمل طاعه وبتعمل ثواب حسن جزيل. ازاي بقى هيكون العمل على النقيض، او يكون الثواب على النقيض انك انت تعمل يحصل لك؟ لا طبعا. وبعدين الانسان العاقل الرجل الدين لا يعامل ربه بهذا المنظور، بهذا انك انا بعمل لك او بتصدق مثلا وانت بتبتليني. لا طبعا، الرجل الدين العاقل لا يعامل ربه سبحانه وتعالى بهذه المعامله او بهذا الكلام الذي لا ينبغي ان يقول. اذا يستمر في الصدقه طبعا، ويخرج ويخرج ويخرج، بارك الله له في صدقاته. ارغم انت الشيطان. نعم، واسال الله ان يعني يديم المحبه بينه وبين زوجه، وان يذهب عنهم كيد الشيطان. امين. ما الحكم في امراه تريد ان تورث البنات دون الذكور؟ دي معكوسه، دائما نسمع ان الرجل يريد ان يعني يورث الابناء الذكور دون البنات والإناث. نعم شيخي كريم، الأخت الفاضلة تسأل عن حكم امرأة تريد أن تورث البنات دون الذكور. نعم شيخي كريم. لا يجوز ولا يحل، هذا إثم عظيم بين. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يبقى ما ينفعش إن أنا أميز ولد عن بنت أو بنت على ولد، في كل ظلم. لا يجوز ولا يحل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير والد النعمان فقال يا رسول الله إني نحلت بني هذا نحلة، اديته عطية يعني اديته هبة، خصيت سائر الأولاد عن سائر الأولاد يعني. فقال يا رسول إني نحلت ابني هذا نحل أحب أن تشهد عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته، اديتهم كلهم زيه؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ظلم. مش معنى أنه بيقول له أشهد على هذا غيري يعني يروح له حد تاني، لا، معناه ابتعد واجتنب هذا. أنا ورد إلينا سؤال منذ فترة، مش فاكر حضرتك اللي كنت معي ولا مين، إن حد فعلا فهم الحديث كيف لا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ظلم وجور، وأذن لغيره أن يشهد على الظلم، ففهم الحديث معكوسا. نعم. نعم شيخ الكريم بهذا الفهم. أي نعم. نعم. لا طبعا معناه أشهد عليه غيري. أي نعم. ده مش دليل على الإقرار. صحيح. نعم. لا معناه ابتعد واجتنب هذا. نعم. واعدل بين أولادك، وكما قال صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. واضح إزاي؟ وكذلك طبعا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين قال مرضت مرضا أشفيت فيه على الموت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي بنية أو بنت يعني لا يرثني إلا هذه البنية أو هذه البنت فأكتب لها نصف مالي؟ قال لا. قال فشط أو في ثلثي مالي؟ قال لا. قال فالثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكفف الناس. فإن شئت أن تهدي الأبناء هدية أو عطية فينبغي أن تكون بالسواء، وطبعا هذا يكون في قدر الثلث. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. نعم جزاكم الله خيرا. لو الإناث بناتها ما ينفعش يبقى في وصية. لا. أصلا. لا طبعا، بنص الحديث المذكور. جزاكم الله خيرا. لو معنا اتصالات يا شباب بارك الله فيكم. سؤال النجار مش واضح، فأعد الاتصال أخي كريم.
نعم أختنا سألت سؤالا آخر، سلعة يعني لما تذهب ببطاقة التموين أو البطاقة التموينية إلى المخبز الفرن، يعني ممكن صاحب المكان بدل ما يديها خبز يديها سلعة، أي شيء بقى، زيت، سكر، أي حاجة تموينية، حكم ده إيه شيخنا الكريم؟ إن كان هذا من المتعارف عليه وهذا لا يضر لا المستهلك ولا يقع ضرر على المستهلك ولا على صاحب اللي هو بتاع التموين ده، فلا بأس بهذا إن كان هذا مصرح به من متعارف قبل علينا من قبل الهيئات الرقابية أو الهيئات الرئيسية فيها. نعم جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا شيخ أحمد. في نعم والله الحمد لله. والله أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضل يا فندم. السؤال الأول، الإنسان في ذات القرآن الكريم، في ذات القرآن الكريم، تفضل هات السؤال يا رحمن. أنا أسمع حضرتك كويس، هات السؤال الله يرضى عنك. في القرآن الكريم الشيخ بعد لما بيقرأ المشكلة إن حضرتك بتسمع نفسك، وطي التلفزيون يا فندم. هو الفاتحة صاحب هذا المقام، الفاتحة لأهل هذا المقام. حاضر. السؤال الثاني بس وطي التلفزيون. حاضر. تمام واضح السؤال. في سؤال اخر؟ السؤال الثاني، التراشيح اللي بتبقى بعد الفجر دي جائزة ولا غير جائزة؟ السؤال سمع كويس؟ التراشيح ايه؟ مش سامع. السؤال مرة ثانية يا عم الشيخ. السؤال الثاني. اتفضل. السؤال الثالث يا شيخ. السؤال الثالث، انا عندي سيارة. ايوه. طيب انقطع الاتصال، عاود الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي. مرحبا بحضرتك. بقول لحضرتك عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول، انا عندي 46 سنه، ابتدت الحيض تجيلي كل شهرين ثلاثه اربعه كده، بس لما بتيجي بتقعد، انا قعدت فت من 5 لـ6 ايام، بس الوقت بقت لما بتيجي كل 3 اشهر او 4 اشهر بقت بتقعد حوالي 12 يوم 13 يوم، لان عاده النساء لما بتيجي تنقطع عنهم الحيض بتبقى كده وبيبقى دم حيض. بيبقى دم حيض. سؤال عن الصلاه في الفتره دي يعني؟ فهل انا بقى انقطع عن الصيام والصلاه طيب، ولا اعمل ايه؟ حاضر. السؤال الاول. السؤال الثاني، انا بالنسبه، هل انا لو وصيت مثلا ما ادخنش مثلا مع والدتي، هل ده حلال شرعا ولا حرام؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ السؤال مع امك ماذا يحدث؟ هل يعني مثلا لو انا وصيت ان انا ما ادفنش مع والدتي، هل يبقى علي انا كده وزر؟ انا مش عايزه ادفن معاها، هل يبقى انا عليا كده وزر؟ طيب حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أستاذ أحمد. اتفضلي يا حاجة فاطمة. الله يخليك. المعزتين، هل هم من آيات من سور القرآن الكريم؟ لأن كان الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يوطاه بالصحة والعافية يا رب، كان قال إن عبد الله بن مسعود كان قال إن هم معزتين، لكن رجع في كلامه تاني، فخاصة إن أنا ساعات أجي أصلي بيها أروح أقطع الصلاة. طيب الله يكرمك ربي يخليك، تخلي الشيخ محمد مصطفى يدعو الاذن يا رب بالهدايه يا رب، ولجميع الاولاد يا رب، اولاد المسلمين والمسلمات يا رب، ربنا يجيب لك مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا، تفضلي. ربنا يخليك. بعد اذن حضرتك بس عندي ثلاث اسئله. نعم. اول سؤال استاذ احمد، يعني انا كان جوزي توفى واهل الخير ساعدوني بمبلغ كده، فانا ايه بدل ما مصرف منه كل يوم حاجه ويضيع مني، فحطيتهم في بنك اسلامي بيطلعوا لي ربح كده على اساس يساعدني، ايه لان اللي اداني النهارده مش هيديني بكره. دي حاجه استاذ احمد. ولو في واحده عندها مبلغ في البنك وتوفت وعندها ثلاث بنات، البنات بيورثوا قد ايه من المبلغ ده مثلا؟ وفي واحده برضه ورثه تانية غير البنات عندها 46. يا حاجه في ورثه تانية غير البنات؟ لا، ما فيش الا الثلاث بنات بس.
ليها اخ، ليها اب، ليها ليها اخوات، يعني المتوفيه دي ليها اخوات بنات واخوات صبيان. حاضر. هو ليها والدتها برضو عايشه. حاضر. وفي واحده جارتي عندها 46 سنه وهي خلت راجل يعني يقص لها شعرها يعني وكده، فالحرمانيه عليها بقت ايه والطبع اللي عملته ده ازاي؟ وشكرا يا استاذ احمد. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، اتفضل. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال. اتفضل ارفع صوته من فضلك، الله يرضى عنك، اتفضل. هل يجوز للجنوب مس المصحف او قراءه القران؟ للجنوب؟ الجنوب. طيب حاضر. جزاك الله خير. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. حاضر، بارك الله فيكم شيخي حبيب فضيل الشيخ محمد، ومتعكم الله بالصحة والعافية. ناخذ سؤالا من أسئلة الصفحة على الفيسبوك، صفحة القناة على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله رب العالمين. كيف نوفق بين تثبت القرآن وعلوم مصطلح الحديث واستيعابها؟ يعني ازاي يحفظ القرآن ويثبت الآيات وفي نفس الوقت يتعلم مصطلح الحديث؟ نعم شيخ الكريم. نعم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. طيب، أولا أول أمر ينبغي للطالب أن يعلمه هو أن يحفظ القرآن، إذ إن حفظ القرآن هو أول علوم وهو لب العلوم. هي إيه العلوم كلها إلا إنها خادمة لكتاب الله؟ واضح زين؟ فلازم الطالب أولا يحفظ القرآن حتى يتسنى ويستطيع بعد ذلك أن يكرمه الله عز وجل بالخوض في بقية العلوم. أما إن كان الطالب لا يحفظ القرآن ويريد أن يسلك سبيل العلم فهذا لا يوفق غالبا، حتى وإن سلك شيئا أو طريقا من طرق العلم وحاز شيئا من العلم، غير أنه لا يبارك له في هذا العلم، إذ هو خال وفاضي من كتاب الله عز وجل. يبقى لازم أولا، أول شيء، أنا عادة لما حد مثلا إخوة يقول لي أنا عايز أطلب العلم، أو يحفظ القرآن الأول، يبقى يحفظ القرآن ثم بعد ذلك ينتقل إلى العلم الآخر، ألا وهو مثلا علم المصطلح أو علم الحديث عامة. الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه، محمد بن إسحاق، أراد أن يخرج في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه أبوه فقال له لا، حتى تختم القرآن في القبلة في شهر رمضان. صلي بالناس الأول إمام، وتأكد واستوثق أنك أنت حافظ للقرآن ساعتئذ، أقول لك توكل على الله اطلب الحديث. فالمهم ابن خزيمة صلى بالناس إماما في طول شهر رمضان، في طيلة شهر رمضان، في يوم الفطر قال له أبوه الآن فاخرج في طلب الحديث. يبقى لازم أولا يحفظ القرآن، ثم بعد ذلك استثبت. ومسألة علوم الحديث أو مصطلح حديث، مصطلح حديث سهل جدا جدا جدا، سهل خالص، ميسور خالص، يعني إن شاء الله تابعونا، إحنا الأمر بسيط جدا إن شاء الله. صلى الله عليه أن يعلمنا العلم النافع. آمين يا رب العالمين. الفاتحة لأهل هذا المقام، أو الإنسان يقرأ الفاتحة للأموات، شيخي الكريم، هل هذا جائز؟ لا يجوز هذا، إن هذه الفاتحة أو القرآن عامة لا يقرأ إلا للأحياء، ولا ينتفع الميت بشيء من القرآن. ليه؟ استدل أهل العلم بذلك ومنهم الشافعي بقول الله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. اللي هو عمله هو ده اللي هيلاقيه، هو ده اللي ياخد ثوابه، إلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. يبقى في ثلاث حاجات بس هي دي اللي إيه بتمده بالثواب والحسنات في قبره. طيب، هل منها قراءة القرآن؟ لا، علم ينتفع به. إن كن رجل عالم خلف وراءه شيئا من العلم ينتفع به. علم أحد الناس القرآن؟ علم أو الفاتحة حتى؟ ما فيش ده كله يعني ثواب. حتى لا، ده حتى دي للتعظيم وليس للت... أنا أقصد نعم. إيه؟ أقصد هو يأخذ أجر هذا القارئ، لكن لا يأخذ أجر القراءة. واضح إزاي؟ طيب، تاني حاجة، علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، بس أهم حاجة إن الولد ده يكون صالح.
واضح ازاي؟ أو صدقات جارية، ويكون خلف وراءه كما نقول شيئا من الصدقات تجري عليه بعد موته. نعم، جزاكم الله خيرا كريم، بارك الله فيك شيخ محمد. أختنا يعني الآن يعني دورتها الشهرية أو الحيض يأتيها كل مرة، كل شهرين، كل ثلاثة أشهر، يعني للمرحلة السنية التي هي فيها الآن، لكن كان بتقعد 5 أيام 6 أيام، لكن الآن بعد شهرين بعد ثلاثة تقعد 13 يوما، فهذه الفترة تمتنع عن الصلاة وعن الصيام شيخ الكريم؟ طالما أنها أن الدم ينزل عليها فينبغي عليها أن تمتنع عن الصلاة وعن الصيام. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وذلك يعني في فترة الحيض، فلا يجوز ولا يحل المرأة أن تصلي المدة طويلة، قال 13 يوم ممكن كلها تبقى مدة حيض. طالما أنا أقول طالما أنها رأت الدم أو الدم لا يزال ينزل عليها فينبغي عليها أن تمتنع عن الصلاة وعن الصيام طيلة هذه الفترة التي ينزل عليها الدم فيها. نعم، هي تقول أنا لا أريد أن أدفن مع أمي، فهل عليها وزر أو إثم لأنها وصت بهذه الوصية شيخ الكريم؟ لا طبعا، إنما الوصية إنما تطبق إن كانت فيها خير ونفع، لكن الميت عادة لا يشعر بمن حوله. يعني مثلا مش عشان أنا مثلا بحب أبويا فعايز أدفن معاه، أبويا مش هينفعني حاجة في القبر، ابني مش هينفعني في القبر، ليس لك إلا ما قدمت بس، العمل ده هو اللي انت هتقعد بيه وهتحاسب عليه ويضاء لك في قبرك به. اما اللي حواليك الميت اللي جنبك ده، هو اخوك ولا ابوك ولا عمك ولا ابنك، مش هينفعك، ملوش علاقه بيك اصلا في القبر. فالانسان لا يضره اين مات، ولكن يضره ما قدم من عمل صالح. جزاكم الله خير، اسال الله ان يرزقنا حسن الختام، امين يا رب العالمين. حاجه فاطمه تسال، هل المعوذتان من القرآن صور من القرآن الكريم؟ لأنها قالت شيئا خطيرا، تقول يعني أنها إذا قرأت بهما لعلها يعني تقطع الصلاة، ويعني تظن أنها ليست من القرآن الكريم، فهل المعوذتان من صور القرآن الكريم شيخ الكريم أم لا؟ طبعا هذا أمر لا شك فيه، لكن كما ذكرت أمنا الكريمة بخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهما الحسن والحسين، واضح ازاي؟ طيب، طبعا معروف جدا ابن مسعود رضي الله عنه يقول عن نفسه اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 84 سوره لم يشاركني فيها احد، لكن المصحف عندما كتبه او امر ابو بكر رضي الله عنه بجمعه اخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه يجوب في الناس، فجعل يجمع القران من صدور الناس ومن على العظام ومن على الأشجار، واضح ازاي، حتى جمع القرآن، وغابت عنه آية وهي في سورة الأحزاب، فلما وجدها عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، واضح ازاي. طيب، يبقى ممكن يكون هذه الصور قد عزبت عن عبد الله بن مسعود، لم يتلقاها من فيه رسول الله، إنما كان عبد الله بن مسعود يقول إنما هي معوذات أو أدعية، ليس معنى هذا أنها ليست من القرآن، هي من القرآن ويتعبد بهما ونصلي بهما، ده أمر متواتر عشان حاجة فاطمة ما تتلخبطش، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن طبعا معروف أن القرآن من أعلى درجات التواتر، بيتلقاه جيل عن جيل، مش شخص ولا 10 ولا 100 ولا 1000، ده جيل عن جيل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فزي ما قلت هو أعلى درجات التواتر. نعم، إذن هي من صور القرآن. طبعا. نعم، جزاكم الله خير. دعاء لابنها ولنا وللمسلمين بالهداية شيخ الكريم. أسأل الله عز وجل أن يصلح حاله وأحوال المسلمين، آمين، ونبارك فيه وفي عمره، وأن يرزقنا الله عز وجل وإياه العمر الصالح والعمر المديد في طاعته، اللهم أمين، وأن يصلح أحوالنا أو أحوال المسلمين، آمين، وأن يرزقنا وإياكم وإياه والمسلمين من فضله، إنه جواد كريم، اللهم أمين يا رب العالمين. هل الجن المسلم يطلبون العلم؟ وممن يتعلمون وكيف؟ نعم يتعلمون. نعم، ذلك في الصحيح أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن جن مصيبين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم شيئا من القرآن، والله عز وجل يقول
وأن على لسان الجنيان وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك. وقال سبحانه وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن منهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم طالب العلم ومنهم الفاجر. كل الأنواع اللي في البني أدمين عند الجن. ليه؟ هم أمة كما نحن. فمنهم طالب العلم ومنهم زي ما قلنا الذي مثلا عالم بالقرآن. هم يستمعون ويجلسون إلى العلماء ويتعلمون منهم ويدخلون المساجد ويحجون ويستمعون إلى مجالس العلم. طبعا صح. نعم. لأنه قال وممن يتعلمون وكيف يتعلمون يحضرون مجالس العلم من أهل العلم والفضل. ومنهم العلماء أيضا. منهم العلماء زي ما قلت كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون القرآن كما قال الله عز وجل كما في سورة الأحقاف. واضح ازاي؟ طيب والله عز وجل يقول إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. واضح ازاي؟ كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الأمة. طيب دلوقتي هيتعلمون ممن هو أعلم من هذه الأمة. العلماء الفضلاء من هذه الأمة أيضا يأتون ويجلسون إليهم ويستمعون إلى علمهم وينهلون من معين علمهم. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. مسألة المساعدات الله يرحم زوجك يا رب ويغفر له ويجعله من أهل الجنة والمسلمين جميعا. تأتيها فوضعتها في بنك الإسلامي لتستفيد من فوائدها لتنفق على الأيتام وعلى نفسها، فما حكم هذا؟ هذا إن كان من بنك إسلامي فهو متنازع فيه. نعم. وإن كنت أنا لا أقول بهذا واضح زي، لكن طالما أنها وضعته في بنك كما زعمت أنه بنك إسلامي فلها ذلك. وإن كنت كما قلت. نعم. لا أرتأي ذلك ولا أراه. جزاكم الله خير، ولكن الأمر فيه اختلاف طبعا. أنا عشان كده أقول رأيي أنا. نعم. بارك الله فيك فضل الشيخ محمد، أعلم والله وأنا أحبك في الله. حبيب. بارك الله فيكم. نعم شيخي الكريم، كيف بالله عليكم أعمل؟ والله أنا شفت كتير والحمد لله، وعندي من الأولاد من الأول اثنين سؤال غير واضح. كيف بالله عليكم أعمل؟ والله أنا شفت كتير والحمد لله وعندي من الأولاد من الأول اثنين. السؤال غير مفهوم وغير واضح. نعم السؤال أيضا شيخي الكريم، يا شيخ أنا زوجي لا ينفق علي أنا وأبنائي مثلما ينفق على زوجته الأخرى، هل يجوز أن أأخذ من ماله دون علمه وجزاكم الله خيرا؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. هذا من أعظم الناس إثما. ليه؟ يضيع زوجه ويضيع أولاده ويضيع حياته. هذا رجل ليس يعني ليس عليه عبء هذه المسؤولية. واضح ازاي؟ طيب وكذلك لما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي من إثم إن أخذت من ماله دون علمه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى تأخذ من ماله دون علمه لكن لا تتجاوز في هذا كثيرا. نعم. البنات ثلاث بنات أمهم في فلوس في البنك، لو أمهم توفيت الله يرحمها ويغفر لها، المال لمن؟ هي تركت ثلاث بنات ولها أم ولها إخوة ذكور وأخوات إناث. نعم. أنا لا أعرف، لا أفتي في المواريث. جزاكم الله خيرا، سألوا مشايخنا وأهل العلم. أنت على العين والرأس. جزاكم الله شيخنا كريم. نعم جزاكم الله خير. الله رجل هل يجوز يا أخونا الفاضل المتصل يسأل ويقول هل يجوز للجنب مس القرآن أو القراءة في المصحف شيخي كريم؟ نعم. ورد في الحديث الله عز وجل أولا يقول لا يمسه إلا المطهرون. طبعا الطهارة هنا معناها الطهارة، علماء تنازعوا فيها معناها، هل معناها الحدث الأكبر أم معناها الطهارة أي أنه رجل مسلم. تمام دي حاجة. طيب الحاجة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. واضح ازاي؟ بقى المفروض الإنسان يتطهر. حتى العلماء أصلا تكلموا في مسألة أن الإنسان لا يجوز له أن يمس القرآن وهو محدث حدثا أصغر، فكيف بالأكبر؟ واضح ازاي؟ فلا يمس القرآن إلا إذا كان متطهرا أو متوضئا يعني. والجنابة ترفع إما أن يغتسل إن عدم الماء يتيمم يعني. الأمر ميسور بإذن الله عز وجل. نعم. بالله عليكم أفيدوني، أنا زوجة ثانية وبعد شهرين من الزواج طلبت زوجته الأولى بطلاقي رغم أنها كانت موافقة على الزواج، ولكن طلقني زوجي وأنا في شهور العدة، يعني رجعني على عقد غير موثق وأنا الآن حملت ويريد مني أن أنزل الجنين.
وقال لي لو ما نزلتيش مش هسجله ومش هعترف بيه، اعمل ايه كل ما اروح لحد يقول لي لا اعلم. نعم شيخي الكريم، اولا هذا رجل سوء، اذ ان هذا الرجل طلقها بامر من زوجته. يعني اين النخوه؟ مراتك تقول لك طلق الثانيه تطلقها؟ هذا طبعا ليس من المعقول. يبقى هذا ارتكب اثما في الاول انه طلق هذه المراه بناء عن طلب من زوجته. طيب الامر الاكبر والاشد والاخطر ان هو بيقول لها نزل الجنين، ده كبيره من الكبائر انك انت ترهق نفسا، ده لعله يصل الى الكفر. يعني ان هو يزهق نفسا بدون وجه حق، بدون جرم، عشان انت مش عايز تطلقها او خلاها تنزل، ومفيش وثيقه زواج. اي نعم. فهو لو ما نزلتوش وسمعت كلامه، يعني ربنا يهديه يا رب، مش هيوثق الجنين او الولد لما يولد. أين؟ تعمل ايه هي يا شيخنا الكريم؟ لا، تحاول قدر المستطاع حتى لو تستطيع ان هي ترفع قضيه عليه، تعمل اي سبيل اي وسيله غير ان هي لا تزهق هذه النفس بغير وجه حق. انت ملومه، يعني لو عملت كده تكوني ملومه، وهو طبعا عليه اثم عظيم كما قلت وكبيره من الكبائر قد تصل الى الكفر، نسال الله عز وجل السلامه والعافيه. واضح ازاي؟ فهذا لا يجوز ولا يحل لها ان تفعله، ان تطاوعه في ان هي تسقط نفسها او تجهد نفسها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم بارك الله فيكم شيخ الحبيب. ايضا من اسئلة الصفحة، اسأل الله ان يبارك في المسلمين جميعا. عندي محل صغير شرك، وانا واختي وايجاره 400 جنيه لعله، هل عليه زكاة؟ لا، في الحالة دي ليس عليه زكاة. نعم ايوه، لو طبعا المساله لو اللي داخل خارج والمساله على قد خلاص، يعني صلى الله يوسع المسلمين. ارايت ان كان صالحا باذن الله فلا يشفع لمن مات حوله باذن الله، هذا هو السؤال. ارايت ان كان صالحا باذن الله افلا يشفع لمن مات حوله باذن الله؟ يعني لو واحد ميت صالح وجنبه ناس ميتين موتى، هل يشفع لهم وإن كان صالحا شيخ كريم؟ لا يشفع، إنما يشفع للإنسان عمله. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فقال له سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. الله، بس يا فاطمة بنت اعلمي انني لا، يا فاطمة معذرة، يا فاطمة لا اغني عنك من الله شيئا، كل انسان رهين عمله، ما قدمناه وجدناه. يبقى مش عشان مدفون في قبر والراجل القبر ده في ناس مثلا كويسه هيشفعوني، لا، الله عز وجل قال الملائكه ولا يشفعون الا لمن ارتضى بعد اذنه سبحانه وتعالى، ودول الملائكه المقربون، ولا يشفعون الا لمن ارتضى هم من خشيته مشفقون. يبقى الشفاعه لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل للأنبياء والصالحين من عباد الله عز وجل. وزي ما قلنا الشفاعة، أو مثلا إنسان مات في قبر أو دفن حوله أناس، هذا لا يكون شفيعا لهم إلا بعد إذن من الله عز وجل. هل يجوز لبس النقاب في الحج والمرأة محرمة؟ لا طبعا، يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ تحياتي من أرض الكويت، أهلا ومرحبا بك وبالمسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. نعم، ما حكم رد الأذى بالأذى مع العلم أننا خلصنا كل الطرق السلمية مع اللي أذانا؟ الرجاء الإجابة. نعم شيخي كريم. الله عز وجل يقول وأن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا فهو أقرب للتقوى. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي أن الإنسان إذا ظلم انتصر لنفسه له هذا الحق. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يظلمون في الأرض بغير حق. يبقى هو لو انتصر لنفسه له ذلك، لكن ان ترك هذا لله الله عز وجل سيكرمه. طيب هو لا يقول لك انا والله يا شيخ بص انا مكبوت ومتضايق وفعلا مش قادر اسامحه، خلاص في هذه الحال لك ان تنتصر لنفسك، لك ذلك. لكن احنا بنقول ايه الاولى والاحسن والافضل والاقوم؟ انك انت تسامحه لله،
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا رب. وكما قال صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإن ارتأيت أن تكون خير الرجلين فافعل. نعم شيخي الكريم، الوقت شبه انتهى، ولكن سريعا نسأل الله العفو والعافية، معي سؤالان نختم بهما. حكم والعياذ بالله سب الدين، نسأل الله العفو والعافية. سب الدين كفر لا مراء ولا جدال فيه، نسأل الله العفو والعافية، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. نعم. وطبعا يغتسل وينطق الشهادتين مرة أخرى. هو السؤال محرج شوية لكن السؤال وارد، حكم أب تحرش بابنته ومعترف بفعلته، أسأل الله أن يتوب علينا وعليه، ربنا يهديه يا رب. نعم. آمين يا رب. أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يصلح حاله. آمين. طبعا ده أمر مخالف للفطر السوية للناس اللي هي عندها دين وعندها عقل وعندها مروءة وعندها دم حتى يتحرش ببنته، سبحان الله العظيم. طبعا إنها لإحدى الكبر، فطرة منتكسة، منتكسة طبعا. نعم. طبعا طالما أنه يعني فعل هذا، أنا نصيحتي للبنت إن هي تبعد من البيت، تخرج من البيت. هل تحتجب عنه شيخي كريم؟ ما يقوله تخرج من البيت، تقعد. نعم. عند أختها، عند خالتها، تقعدش عند عمتها، ما تقعدش معها، لأنه شخصية مريضة طبعا. نعم. ويعني يعني ربنا سلم المرة دي، المرة الجاية الله صحيح. أعلم ممكن يحصل إيه، يعني بقت فتوى خاصة. تمام، وتبتعد عنه، لكن تعامله بالحسنى، لكن ما تقعدش معه في مكان. لا 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 لا، لا تجلس معه ولا تجالسه ولا. نعم. تجالسه في مكان. نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يتوب على المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربة. فضيلة الشيخ محمد مصطفى، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الأسئلة على الصفحة كثيرة، ولكن هكذا الوقت يمر سريعا، لعلني أجيب عليه بعد إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ينفع بك يا فضيلة الشيخ محمد، صلى الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يمتعكم بالصحة والعافية. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.